يا رجال عني طالع من الديره ديرتنا متجه للجامع. الجامع وين؟ في العقيق، تبعد عنا حوالي 80 عقيق الرياض. لا عقيق عندنا في البحر. المهم الخط رايح جاي، مهم الزوج هني في عاد في نص الخط يستوي الخط، ينام فيه واحد شباب مع معاون معهم موتر نفس موتري. يوم شفتهم قلت انا راني ما اجاكر انا وهم. اوه كل ما جاي يبون يطوفوني وانا اعطي الموتر، كل ما جاي يبون يطوفوني. فيه مديريه معسكر حق تدريب خلاص على اليمين توهم يسوون فيه جديد، والطريلات تعرفون رايحه جايه جاي عشان المشروع بطحه، والخط ما فيه يوتير ولا فيه اشاره يوقف ولا على طول يعكفها. ما في بدون لوحة ولا شيء؟ ما في لوحة ولا شيء. هذه من الاسباب اللي الخط كذا شوي لانه ينطمر في وجهك. المهم انا شاخل الموتر، انا ظني حوالي 180 ما حلمت وعلمت. على التريله يوم قالت في وجهي كذا. في مشكلة؟ يبغى يدخل ايش للدخله اللي انا بتعداها الحين. المهم ادري كيف ربي الهمني وتصرفت. وانا احرفها يمين. حرام بالله انه من عند خشم التريل. كفرتين اليمين جلد. وكفرتين اليسار راكب على اخر خط كتف. ما مداني اتعدى اصدق اكذب انا سلمت وانا دايبر وانا اعود على راي التريل. الرجال اللي كان يتجاكر معي يوم شاف الموقف انذهل. هو يمشي وراي، يوم شاف التريله عرض وراح يسار. خذها من يسار. وهو يدور احنا ندور كلنا سوا. نجي نوقفه. ونقوم نتكلم عليه، ونقوم نهات له، ونقوم بغينا نضربه يا ولد. ما 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 طلعتنا نفسنا ان نضرب العامل. باكستاني. المهم نعطيه بالكلام، نعطيه. ينقم يبتسي. والله انا ما في شوف، والله انا ما ادري ايش. انا اسف انت اسف بغيت تذبح لك انت بنغالي نفس تبلى نفس حادث ملعون ولد. بس انتم كنتوا مسرعين، احنا مسرعين خلاص الغلط عليكم كلكم، غلط علينا شوف. لكن ايش هو المفترض؟ المفترض الكبار تراهم دماء في عقليتهم يرى اكثر غير يعكف الموتر. اي اهل موت الكبار احنا لو انهم مهدين يمدينا نتصرف. بنتصرف على الاقل نهدي يعني من الميه وجاي عندك تتصرف، اما طمرت يسار ولا وقفت ولا هديت. لكن مسرعين ولا يمديك تصرف في لمح البصر. اقسم بالله وش اقول لك، قريب يا ولد قريب كذا. الله اللي يرحم الواحد. والله اما سالفه القطوع البنزين عنا جايين طالعين من حايل على المدينه المنوره العام. حنا شبابيه طلعه ايام الربيع، رحنا جهه الشمال رفحه وعرعر والديار ذيك تبوك تمشيه. احنا معودين من حايل على المدينه، عاد يجيك 300 400 كيلو بدون محطات. المحطه في هجره تبعد عن الشارع العام 10 كيلو 15 كيلو، لازم تفرق لها وتروح تعبي بنزين وتعود على خطك. احنا معنا موتر الامبير حق البنزين ما هو شغال خربان. ايه ولا ندري ان البنزين متاخر على راعي الموتر له وزنيه. يصفر العداد لما فلل يمشي 400 500 اي على حسب ممشاه. لا ارتفعت عن حد المسموح راح عبى بنزين. واللمبه ما تشتغل حقه البنزين. المهم اخوي انا معاهم شاص اثنين وحنا اربعه في السياره الثانيه. قدامنا يمشون وراحوا على الهجره ذي عبوا بنزين في طريق معاهم. بعدين انت قابل قدام، حنا قلنا بنكمل نلقى محطة على الخط شيء. ما حلمنا علمنا بعد العصر يمكن الساعة 4:30 5 لأن الموتور يتفتف. قدام يوم طفى عندك قال أخوي أنا قال إحنا زيد سبقناكم. هم معلمينا قبله قالوا خلوكم معنا المحطة على خطنا بنعبي مرة واحدة. وجيت إيش قحارة وتحدي أرجع لك والله ما أرجع لك. دول واحد يعبي لك هذه مشكلة. الخط مقطع والتأشيرة ما حد يوقف لك وندق على من الطرق. سلام والعلم والعلم نقوم نوصلهم بالخط وش المنطقة اللي تعديتوها وش الديرة اللي تعديتوها. الخط مزدوج
شوي لا راعي لفلون جاي مع الخط الثاني ويمسك يسار على يم الجزير ينزل قزاز ينادينا يطمر السواق اطمر انا واحد من الشباب السلام عليكم ايش علمكم سلام كنا والله مقطعين بنزين قال واحد اركب معي بروح نعبي بنزين الرجال مدني ما هو برسمي قلنا يمكن يوم ركب خويي يجي تركب انا قال انت لا تركب قلت ليه خويي ماني بكاب قال اقول لك لا تركب تبغى نعبي لك بنزين خلي خويك يركب واحد اللي يركب يا ولد يا مسلم ما قال انا عسكري ولا قال السلام عليكم سلام عليكم والرجال لابس قميص النوم وموتره موتره الشخصي ما هو بزين على دوريه بين الرجال يمكن ما علم ولا قال خويا يا ولد راحوا احنا بنعبي بنزين يا ولد قال ما في يقول السواق نعود على موترنا نتحرى خوينا لين جاء خذ نص ساعة ولا راحوا عبوا جرعه من بنزين عودوا علينا يا معودون ناخذنا قلنا رجال عشان هو قال رجال عسكري لكن يوم جاه البلاغ طلع على موتره الشخصي ما طلع على الدري ما علمكم من عسكري ايه ما علمنا رجال ما علمنا ان عسكري احنا استغربنا وقفتهم شايفنا موقفين وجاي له عندنا موقف واحد يركب قلنا شكينا في الوضع قلنا يمكننا ولا المهم جاء عبالنا بنزين اللي وصلنا للمحطة احنا هو الشخص هذا ايه راعي العسكري بيض الله وجهه ايوه والله ما قصر نعود نروح للمحطة اللي عبى منها اخوينا والعسكري تشلفتنا يمكن ابو ساعتين 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 امدانا عبينا من البداية وارتحنا اي والله طراها قطعة البنزين لا لازم تاخذ شوف طراها الطريق اللي تقول